طيب افتكروا معايا بقى، احنا كنا في موديل اكزام نمبر ايه، نمبر كام؟ آخر حاجة حليناها 3. خلينا 3. ماشي، يبقى احنا overheating. طيب تعال نشوف كده موديل اكزام 4. زي ما انتم عارفين، الامتحان الكامل بيكون جاي ورقتين، first paper second paper. الفيرست بيبر بيكون الجزء الأول فيها بيكون فيه رايتنج كتير جدا، كتابة كتير. أول سؤال بيقول write an essay of not less than two paragraphs on only one of the following topics. هتكتب مقال ليس أقل من فقرتين، يعني 10 سطور مثلا، مش أقل من كده، عن أحد الموضوعين الآتيين: إما dangers of overpopulation and the possible solutions، مخاطر الزيادة السكانية والحلول الممكنة، إما how life would be without modern technology، أو تكتب عن كيف سيكون شكل الحياة، أو كيف كانت تكون الحياة بدون تكنولوجيا حديثة. الحياة تكون عاملة إيه من غير تكنولوجي، من غير الموبايل، من غير اللابتوب، من غير الزوم اللي إحنا بنشرح منه، من غير البرامج دي. دي هيبقى طبعا، شوف أنت تصورك للموضوع بيكون إزاي. يعني أنا شايف الموضوع التاني ممكن نكتب فيه أكتر شوية. بعد كده السؤال التاني، طبعا كالعادة الـ 12 جملة اللي احنا بنكتبهم، 6 للشخص الأول، 6 للشخص التاني، كل واحد فيهم بيرد على التاني في جملة، يعني بتعمل حوار بين A and B. وهنا بيقول لك اكتب dialogue of at least 3 exchanges on the following situation: you want to book a hall for a wedding reception in a five-star hotel. Write what goes on the phone call between you and the receptionist. هتتكلم مع واحد موظف الاستقبال على التليفون. انت عاوز تحجز الصالة عشان حفل زفاف في فندق 5 نجوم. فانت عاوز انت وهو تردوا على بعض 6 مرات عشان تحجز الصالة بتاعة حفل الزفاف دي. ده موضوع الايه، الديالوج او المحادثه. طبعا ديالوج المحادثه اتفقنا الموضوع الجريتنج استحيل في الاول، not counted، مش محسوب. تعالوا بقى نشوف السؤال الثالث، اللي هو سؤال القطع الباسنج. بيقول overheating is inadvisable. Eating too much food is the surest way to an early grave. It's a myth that all fat people are happy. Overweight is bad for health. It leads to heart disease and high blood pressure. Medical science has proved that animal fats, excessive sugar, and carbohydrates are harmful. Fat people feel miserable because they lose grace. Therefore, fat people suffer psychologically and physically. People diet for a number of very good reasons. The ideal human form is slim. Fat men and women are unattractive to look at. Ready-made clothes are hard to tame for fat people. They tire easily, and this is a sign of bad health. All famous footballers and sports champions are slim. For this reason, insurance companies charge fat people higher premiums. It's advisable for fat people to go on a diet to avoid spreading hips, protruding tummies, and double chins. In this case, it's not wrong to wage war on fat. Health is wealth. But it should be taken into consideration that going on a diet does mean starving yourself to death. Malnutrition
has a very bad effect on health, and sometimes it may give health at its low. Going on a diet shouldn't be strict unless it's prescribed by a doctor. One last advice is be natural. Take only enough food. Don't eat too much. Be moderate and you can avoid fatness. واضح كده الموضوع كله بيتكلم عن how to be fit, not fat. بيتكلم عن eating too much food. بيتكلم عن obesity, السمنة, وهكذا يعني. بيتكلم عن health, الصحة. فالموضوع كله بيتكلم عن ازاي نكون أصحاء. ففي الأول هنا بيقول الأكل الزيادة غير شيء غير منصوح به. أكل كثير من الطعام هو الطريقة الأكثر تأكيدا للوصول إلى القبر المبكر، يعني الموت المبكر، الأكل زيادة عن اللزوم يعني. إنها خرافة أن الناس البدناء يكونوا سعداء، يعني يقول لك التخين ده بيكون سعيد. زيادة الوزن سيئة للصحة، تؤدي إلى أمراض القلب وضغط الدم المرتفع. العلوم الطبية أثبتت أن الدهون الحيوانية والسكر الزيادة والكربوهيدرات كلها حاجات ضارة. الناس اللي عندهم سمنة يشعروا أنهم بؤساء، فأنهم يفقدوا رشاقتهم. ولهذا فالناس البدناء يعانون نفسيا وجسديا. الناس تقوم بنظام غذائي لعدة أسباب. الشكل المثالي للبشر أو للإنسان هو أن يكون سليم، يكون ممشوق، يعني مش يكون أنا رفيع قوي ولا تخين زيادة عن اللزوم، حاجة وسط. Fat men and women are unattractive to look at. الرجال السمينون أو البدناء والسيدات البدناء غير جذابين. طبعا هو بيتكلم برضو، يعني واضح إن هي وجهة نظر تحسها غربية شوي، يعني الموضوع الشكل ده على حسب وجهة النظر الشعب نفسه. لأن إحنا عندنا في وطننا العربي لما يكون الراجل كده مليان وعضلات ومش عارف ايه او تخين الى حد ما برضه، ونفس الكلام برضه السيدات، بالنسبه لنا الموضوع بيكون مقبول في وطننا العربي. في الغرب لا لا خالص. الشخص او الامراه لو كان الشخص ده تخين فده بيكون منبوذ الى حد ما يعني، لكن عندنا الموضوع عادي يعني مش بيفرق كتير. بس هو بقى بيتكلم بقى عن جزئية الزيادة عن اللزوم، التخين زيادة عن اللزوم ده هو بيكون مشكلة بقى، دخلنا في مشكلة صحية بقى. يعني حتى من ضمن الحاجات اللي كتير منا بيعاني منها لو وزنه زيادة الهدوم. الهدوم عشان انت تبقى لابس هدوم جاهزة، لو شخص تخين هيبقى صعب بيعمل تفصيل. They tear easily، بيتعوا بسرعة طبعا الناس دي، ويكون دليل إشارة للصحة السيئة. طبعا كل لاعبي كرة القدم، كل الأبطال الرياضيين بيكونوا سلم. ولهذا السبب شركات التأمين بتفرض على الناس اللي عندهم سمنة فلوس أكتر، عشان هو بيأمنوا عليهم فبيكونوا عرضة أكتر للأمراض. طبعا من المنصوح به للناس اللي عندهم سمنة ان هم يعملوا نظام غذائي لتجنب الزيادة في الوزن والدبل تشين طبعا وبرتونينج تاميز. يبقى تلاقي الشخص ده عنده طبعا لغد وعنده الكرش والحاجات دي كلها. بهذه الطريقة ليس من الخطأ ان نشن حرب على السمنة، لأن الصحة ثروة. health is wealth. يجب أن نأخذ في الاعتبار أن القيام بنظام غذائي ليس معناه أن تحرم نفسك من الأكل حتى الموت، لكن سوء التغذية بيكون حاجة سيئة طبعا زي ما أنتم عارفين على الصحة، ممكن يعطي للشخص دوت أو يؤدي به إلى الوفاة. الذهاب أو الاستمرار في نظام غذائي جيد لا يجب أن يكون حازما إلا إذا تم وصفه بواسطة الطبيب. لو طب قال كده ماشي،
نصيحة أخيرة، كن طبيعيا، خذ ما يكفيك من الطعام، لا تأكل كثيرا جدا، كن معتدلا، ويمكنك أن تتجنب السم. الموضوع كله واضح إن هو بيتكلم عن مشكلة كبيرة بيعاني منها ناس كتير. أول سؤال بيقول هنا: Are animal fat and sugar harmful all the times؟ سؤال مهم، سؤال مهم يا جنة. بيقول هل الدهون النباتية السكر ضار طوال الوقت، دايما ضار؟ No. بالظبط، أنا من رأيي جنة هو no not always، هو مش دايما، بس إمتى بيكون ضار؟ لو زودناه، لكن في العادي أنا أقول no they aren't. If they were taken moderately، لو الموضوع كان باعتدال كده، they are good. But if we have too much fat and too much sugar, this will be bad. فالموضوع لو زودنا أي حاجة زيادة عن اللزوم بتبقى ضارة طبعا. طيب، السؤال اللي بعد يا توماس بيقول هنا: What thing do very fat people lose؟ ما الشيء الذي يفقده الناس البدينون جدا؟ دي اتقالت فودي، أنا فاكر الكلمة دي. يفقدوا، أيوه، القطعة عنك هي يا تومس. بيفقدوا يا تومس. Thomas is not with us. طيب يوسف، يوسف is not with us. جنة، بالضبط، جنة is with us. يبقى they lose grace، بيفقدوا رشقتهم. Why do insurance companies charge fat people higher premiums؟ دي برضه هي اتقالت فوق، لأن هم طبعا بيتعبوا بسرعة، وده بيكون دليل على الصحة السيئة، فالصحة السيئة طبعا تبقى خطر على شركة التأمين، هيخسروا طبعا. فبالنسبة لنا ممكن نقول دي إن هم تاير إيزلي، this a sign of bad health، عشان كده شركة التأمين تفرض عليهم higher premiums، يبقى دي ممكن نقول عليها 3. What's the best way to keep fit and healthy؟ إيه أفضل طريقة نحافظ بيها على صحتنا يا جنة؟ نحافظ إزاي على صحتنا؟ Being moderate and dieting. مظبوط، يبقى إن إحنا طبعاً نكون don't eat too much، أول حاجة ما ناكلش كتير زيادة عن اللزوم، في moderate ممكن نزود، نقول do sports، نقوم بالرياضة وهكذا يعني. طيب، أسئلة التشوز بيقول: To appear graceful and beautiful, we should eat. يا ترى eat excessive carbohydrates، ولا avoid overeating، ولا have spreading hips and tummies، ولا starve to death. بيقول هنا عشان تظهر بمظهر الجميل ومظهر الرشيق، ينبغي يعني أن نأكل الكربوهيدرات زيادة عن اللزوم، ولا نمتلك بطن كبيرة كرش يعني، ولا نتجنب زيادة الأكل، ولا نموت من الجوع؟ أكيد طبعا أنت تتجنب زيادة الأكل، واضح هنا الخيار اللي ينفع الوحيد هنا هو
بالظبط كده يا تونس، يبقى avoid overeating. السؤال اللي بعده: strict diet should be carried out when. النظام الغذائي الصارم يجب أن ينفذ عندما إيه؟ We want to increase weight، نزود الوزن، ولا we swallow more sugar، نبتلع مزيد من السكر، ولا it's inadvisable، ولا هو أصلا غير منصوح به، ولا doctors recommended، ولا لما الطبيب هو اللي يوصف كده. مظبوط يا تونس، لو عاوز يجاوب في الشات نجاوب في الشات احنا بنجاوب كده، يبقى فعلا doctors recommended، لما الطبيب هو اللي يوصي بكده فاحنا ممكن نقوم ب strict diet. بعد كده بيقول malnutrition، سوء التغذية is harmful because، بيكون سيء ليه؟ fat people are always happy، لأن الناس البدينون سعداء، ولا it has a good effect on health، ولا له تأثير سيء على الصحة، ولا مش كده، ولا it's harmless، ولا ليس له ضرر، ولا it has a bad effect on health. أقول لك سوء التغذية سيء ليه؟ أوكي مظبوط يا جنة، مظبوط يا تومس، يبقى فعلا it has bad effect on health، له تأثير سيء على الصحة. دي الفيرست بيبر اللي هي فيها كلام كتير وكتابة كتير ورغي كتير كده شوية يعني. أما برضه كان فيها كتابة في جزء البيج مالين، هتلاقي في عندك كتابة كتير، يمكن كتابة أكتر كمان يعني، بس بتبدأ في الأول بالاختيارات والرايت، تلاقي الموضوع شوية اختيارات وخلاص. طيب أول سؤال يا جنة بيقول لنا the customs، طبعا يا جنة the customs، تتكلم نختار ايه في السؤال الأول؟ مغلق تمام، يبقى السؤال الأول فعلا بقول the customs officer called the police after he found a bag of diamonds in the man's luggage. The man was stopped for، الراجل ده تم إيقافه ليه؟ بسبب التهريب، بيهرب ألماس، يبقى smuggling. الجملة اللي بعدها يا توماس: بيقول لك هنا يا توماس she's so bossy، هي متكبرة، هي بتحب الإدارة. It's obvious، من الواضح who wears، من يرتدي إيه in her family. بصراحة خدناه wear the إيه، what does mean bossy، to be like a boss يعني، تكون هي الكبيرة، الباص المدير يعني. المصطلح بقى بتاع المدير ده كان وير ايه؟ يا ترى كان وير ذا شيرت، ولا شوز، ولا هات، ولا تراوزرز؟ نو لا للأسف مش بيكون وير، المصطلح مش بيكون بهات. المصطلح في حاجتين، يا إما بانتس يا إما تراوزرز. ينفع بانتس على فكرة، وينفع تراوزرز برضه. لما نقول وير ذا بانتس أو وير ذا تراوزرز، بيكون معناه إن هو المسيطر، ده معنى بالعامية كده، المسيطر. فواضح كده إن هي المسيطرة، هي الباصي، she wear the trousers، يبقى أو the pants، نفس الكلام برضه. السؤال بعده يوسف بيقول a simple flower is a cheap present but it has a value، ولكن لها قيمة إيه؟ هي رخيصة بس قيمتها إيه يوسف؟ يا ترى financial، sentimental، expensive، budget. نمرة سي expensive. طب ازاي هي رخيصة وفي نفس الوقت غالي أو قيمتها غالي؟ هو احنا نقول قيمة مثلا عالية، لكن قيمة غالي دي لا،
قيمة مالية برضو لا، نمرة فاينانشال برضو لا. أيوة، فاضل لك إيه؟ سنتيمنتال، عاطفية. القيمة العاطفية يقصد بها القيمة الشعورية، القيمة الوجدانية زي ما بيقول، فهي قيمة معنوية لو أنت عايز توصل معنى بالعربي يعني. لكن السنتيمنتال معناها معنوي، هي رخيص بس لها قيمة معنوية، يبقى سنتيمنتال عاطفي شعوري معنوي وجداني ولها معاني تنفع. السؤال اللي بعده يا جنة بيقول whenever she opens her mouth she lands right in the north. سوب ايوه، يعني ايه lands right in the soup؟ on the point صح؟ هتقول ايه؟ مش فاكرة والله بصراحة، بس هي تقريبا on the point صح؟ The part. احنا اتفقنا قبل كده ان لما واحد يكون in the soup المعنى بتاعه بيكون in trouble، بيكون موضوع في point، النقطة. ماشي، اوكي. لما بنقول ان الشخص ده in the soup أو land in the soup أو be in the soup، كلها معاني يقصد بيها إن هو in a bad situation، إن هو في موقف سيء. فهنا بيقول whenever she opens her mouth، أي وقت تفتح فيه فمها بيكون موقف بالنسبة لها موقف محرج أو موقف سيء. يعني إحنا ما هو مش واضح الصراحة ليه برضه موقف زي موقف سيء، بس في مش هينفع اقول تي ولا اوشن ولا سان. هو المصطلح بيكون ان ذا سوب، ولاند ان ذا سوب بيكون معناه ان ترابل، يكون في مشكله او في مأزق. يعني هو مش موضحه برضو ايه المشكله او ايه المأزق، بس هي ان ذا سوب to be in trouble. الجملة اللي بعدها توماس بيقول you need to burn fat more quickly so as not to lose that extra A، تحتاج أن تحرق هذه الدهون بسرعة لكي لا تخسر هذا الإيه الإضافي، لكي تخسر، لكي تفقد، مش لكي لا، لكي تفقد هذا الإضافي. طيب تحرق دهون عشان تفقد وزن. وزن يعني يا توماس؟ بالظبط كده، يبقى so as to lose extra weight، عشان تفقد وزن الإضافي. الجملة اللي بعدها يوسف يقول هنا I've been very busy، أنا كنت مشغول جدا. In fact I've been rushed off my إيه، في الواقع أنا كنت إيه مشغول جدا برضه، مشغول جدا. اسمها rushed off my إيه بقى؟ دي واضحة شوية شوية. يا rushed off my nose ولا clothes ولا feet ولا road؟ لا my road هتبقى صعبة شوية يوسف، يعني ماي رود طريقي، الطريق مش بتاعنا، مش حد بيملك الطريق. لكن انت بقى مستعجل بتجري على رجلك، انت مستعجل فتجري على ايه؟ اكيد قدمك، صح كده؟ قدم الرجل، يبقى اكيد rushed of my feet. rushed of my feet معناها ان هو in a hurry، مستعجل جدا يعني مشغول جدا. الجملة اللي بعدها جنة بيقول هنا the prime minister is about to a his speech. give his speech. مظبوط، يلقي خطبة اسمها give a speech. السؤال بعد توماس بيقول the erupted and people had to evacuate the area. ايه من دول ممكن يثور؟ ايوه مظبوط، the volcano، البركان. اللي بعدها يوسف بيقول the village إيه I was born in is now a big town. in هنا غلسة شوية، بيغلس عليك شوية. in هنا تفرق جدا، لو مش موجودة نختار حاجة، موجودة نختار حاجة تانية خالص. نقول إيه يوسف، which I was born in ولا where I was born in؟
يا ويتش يا وير، واحدة في الاثنين. يوسف معانا، نفكر. الاختيار التاني دي لا، ويتش يا يوسف. امتى نختار وير؟ لو الحرف ده مش موجود، انا اقول لك the village where I was born، كده كلام صح. لكن which I was born in، هنا زيادة، واضح ما تلاقي حرف جر زيادة في الجملة، فبنضطر نستخدم which not where. الجملة اللي بعدها يا جنة. Give me a single reason reason why why. هو طالما أنا بصراحة شاكة في الأولى في الثانية بس it didn't come to my party خدي بالك، didn't you الاختيار الثاني ولا الأول؟ هو أنا شاكة في الاثنين بس هختار الأول. الفاعل بالظبط كده. طالما واي جت في نص الجملة، يبقى انا هقول اول خطوه افتكرها، انا عاوز السبجكت اولا، ان ده indirect question، ده سؤال غير مباشر. يعني سؤال غير مباشر، السؤال المباشر بقول why didn't you come كذا، لكن لما بيجيب لي why في نص الجمله، what when which why where، اي كلمه استفهام في نص الجمله، اعرف ان ده سؤال بس سؤال غير مباشر، يعني يجي بعد استفهام الفاعل اولا، يبقى you come you didn't come. الجمله اللي بعدها توماس بيقول I left my passport. توماس جاهز. I left my passport at the hotel so I ate by courier yesterday. يبقى I had it sent. أحسنت. I had it، had الشيء تصريف ثالث مظبوط، ده تستخدمها إمتى؟ اللي اسمها قاعدة الكوزيتيف أو قاعدة السببية، لما ما يكونش انت اللي عملت الحاجه، لا انت خليت الحاجه دي تفعل، يعني خليت حد غيرك هو اللي يعملها برضه بس مبني المجهول، يبقى هذا الشيء تصريف ثالث الفعل. الجمله اللي بعدها يوسف بيقول we haven't got a baggage، قلنا كلمه baggage luggage information news time money weather، كل الكلمات دي كلمات لا تعد، فمش ينفع تقول ميني لوجيج ولا ميني باجج، نو ما ينفعش ميني. هو المشكلة بس في المعنى مع كلمة a little ليوس، يعني ايه في المعنى؟ انا ليه اقول we haven't got a little baggage؟ يعني ليه اقول كده؟ اقول احنا ما عندناش شنط كتير، لكن ليه احير اللي قدامي اقول له احنا ما عندناش شنط قليلة؟ لا ما عندناش كتير، ده سبب في المعنى يعني. السبب التاني يفضل في حالة النفي نستخدم little بس من غير a، لا يفضل. فأنا أشيل a little، شيل a few، شيل many، واللي إحنا عاوزينها هي much، much تيجي مع الذي لا يعد. واخد بالك في سؤال زي كده أنت أول حاجة تحذفها دي ودي، تقول دول غلط، لأن baggage لا تعد. يبقى يا إما a little يا إما much، المعنى شوية هيميل ل much، والجرامر كمان بيقول يفضل استخدم مع النفي ليس بس من غير اه، يبقى فاضل لي ماتش ماتش لوجج او ماتش باجج اختيار الاول. الجملة اللي بعدها جنة، there is very a milk left could you get some when you're out. طيب milk لا يعد، يبقى مبدئيا a few غلط وفيه غلط، فضل لي a little و little. أقول very a little ولا very little على طول؟ لا عشان بقى بالظبط، يبقى لا very بالظبط، يبقى very little مباشرة بسبب وجود very. واضح كده طبعا هو لا يكفي زي ما بقول. الجملة اللي بعدها توماس بيقول I'd rather Andy a harder yesterday، يعني would rather و yesterday كمان والفعل مختلف، يبقى نعمل ايه يا توماس؟
No, not played. خد بالك played تنفع لو قال لك now مثلا، لو كان تمني دلوقتي كنت انا اختار الباست simple، لكن ده تمني وفي الماضي، فانا برجع تاني، برجع خطوة للباست perfect للماضي التام بالظبط كده. يبقى had played، يبقى ناخد انا شباب لقينا would rather had better I wish if only. الكلمات دي كلها بيجي بعدها فاعل وبعدين past perfect لو كان الكلام دال على الماضي، لو كان كلام دال على الماضي، ده بنسميه الانريل باست، ماضي وهمي، ماضي غريب شويه. بنرجع خطوه، لو لقينا كلمه دال على المضارع انا بختار الباست سمبل، لان كلمه دال على الماضي انا بختار الباست بيرفكت، هو الماضي التام. الجمله اللي بعدها يوسف بيقول هنا نقط جيم اور سام اور اور، دي بتوضح الموضوع جدا بالظبط كده يا يوسف. يبقى ايذر او ايذر، النطقين صح. يبقى either Jim or Sam is born in Canada. السؤال اللي بعده يا جنة بيقول I won't be able to come tomorrow because the mechanic won't have a the car until Friday, until the afternoon. Exit. بالظبط كده won't have fixed، ده اللي هو ال future perfect المستقبل التام، will have تصريف ثالث للفعل، حدث سيكون قد اكتمل بحلول فترة معينة في المستقبل، will have وتصريف ثالث الفعل. بعد كده أسئلة الريرايت بيقول he was driving too fast so he got a speeding ticket، وعاوز يستخدم اف. خد بالك الكلام في الماضي، فهو هي المفروض يقول لو ما كانش بيسوق بسرعة ما كانش خد مخالفة سرعة. نقولها ازاي دي يا توماس؟ حالة تالتة يا توماس، خد بالك إن هو جايب هنا ماضي، في الماضي بنستخدم الحالة التالتة. يبقى هنقول if he wasn't، لا if he hadn't يا توماس، قلنا دي حالة إيه؟ دي الحالة التالتة، كان ما يكون في الماضي يا شباب بنستخدم الحالة الثالثة، الكلام في المضارع بنستخدم السكند، الكلام لو كان في الفيوتشر بنستخدم الفيرست، لو كان ساينتفك فاكت نستخدم الحالة الزيرو. فاحنا كده عندنا 4 حالات، في الحالة دي بالذات أو في الجملة دي بالذات بنستخدم الحالة الثالثة. فأقول هنا if he hadn't been driving too fast he wouldn't have got a speeding ticket. If he hadn't been driving too fast hadn't been driving، ماضي تام مستمر. الجملة اللي بعدها بيقول I can't afford to go away this summer. عاوزين نستخدم I wish. مين يقول؟ يوسف. هنا بيقول يوسف I can't afford to go away this summer، استخدم I wish. يبقى كده هيقول أتمنى لو استطعت كذا. يبقى هيقول هنا يوسف I wish I could go away this summer. I wish I could afford